صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ساعه هن. وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات. النهارده الحقيقه تبقى حلقه مميزه جدا جدا بالنسبه لي، حلقه كلها مواهب، كلها غنى، كلها تمثيل، كلها رسم. معايا حلقه مواهب الاطفال النهارده، يعني اكتشاف بالنسبه لي. نحن عندنا اطفال ما شاء الله كلهم مواهب، اللي بيحب الرسم واللي بيغني واللي بيقلد. النهارده كان اكتشاف بالنسبه لي وانا بتفرج على الاطفال. دي هتبقى اول فقره معانا، عايزينكم تتابعونا وتكلمونا. التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. تاني فقره هتبقى برضو فقره مهمه جدا بالنسبه للعرايس المقبلين. طبعا موسم الصيف كله عرايس. هيبقى معانا مصفف شعر مشهور جدا، حد يعني عرايس كتير بتثق فيه. طبعا مهم جدا ان كل واحده مقبله على زفاف او حاجه تختار الميك اب ارتست بتاعتها، الحد مصفف الشعر. فالنهارده هيبقى معانا المصفف صبري حسنين. هنطلع فاصل دلوقتي سريع ونرجع لكم ونستقبل ضيوفنا واول فقرات. فاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو المواهب الجميله. اهلا بيكي يا جنى. اهلا، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. خالد، عامل ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام. منورين. يلا عرفونا بنفسكم. سلمى. انا بعمل ريسايكلينج. اخبارك ايه؟ كويس. هنرجع لك. حمزه، يلا اسمك ايه؟ عرفنا بنفسك. بيري. بيري محمد عباس. اخباركم ايه؟ الحمد لله. انا الحقيقه النهارده مبسوطه جدا ان انتم منورينا. هنبدا مع جنى. جنى قولي لي بتعملي ايه؟ انا بعمل اكسسوارز هاند ميد. بدات من وانا عندي 6 سنين. وجدتي هي اللي عرفتني، يعني كانت بتجيب لي خرز وكانت بتجيب لي الخيوط. جدتك؟ كانت بتجيب لي الخرز والخيوط وكانت بتعلمني. لحد ما انا طورت نفسي بقى بعد كده، لقيت حاجات عجبتني على الانترنت. الله، الحاجات اللي قدامنا دي انت اللي عاملاها كل الاكسسوارز والحاجات دي. قولي لي الموضوع بقى بدا من امتى؟ أنا كان عندي 6 سنين، جدتي جابت لي الخرز والخيوط وبدأت أتعلم. وبعدين جت واحدة صاحبتي كانت معاها لون باندز وعلمتني وجبتهم. وبعدين بدأت ألاقي حاجات على اليوتيوب وأطور نفسي وألاقي حاجات أصعب وأجربها. تدخلي تجربي مثلا، يعني تتفرجي على فيديو وتحاولي تقلديه ولا بتعملي إيه؟ أحاول أقلده. وساعات بعد بقى ما عرفت يعني وأتقنت شوية، بقيت بجيب ديزاينات وأغير فيها عشان ما بقاش مقلدة الديزاينات. ما شاء الله ما شاء الله. خالد، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. قولي موهبه الغنى بدات معاك من امتى؟ بدات معايا من وانا عندي 12 سنه. مين اول حد قال لك صوتك حلو او طريقتك حلو؟ انت بتغني غنى مختلف شويه وهو غنى الراب، صح كده؟ اه صح. قولي مين اول حد قال لك انت تنفع في الغنى او انت؟ بابايا. باباك. تمام. بقالك قد ايه بتغني؟ من وانا عندي 12 سنه. 12 سنه. تمام، هنرجع لك تاني. سلمى، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. قولي لي بقى سلمى، انت بتعملي ايه؟ انا شايفه ما شاء الله يعني موهوبه. سلمى بتعمل ريسايكلينج وبترسم وبتغني وبتمثل وبتقلد وبتالف شعر، صح؟ وستوري؟ بس بالانجلش بقى. تمام، حلو قوي. قولي لي مين اول حد شجعك؟ هو يعني ماما وبابا دايما بيشجعوني ودايما لقوني بمثل وبقلد. قولي لي انت عندك كام سنه يا سلمى؟ 10. 10 سنين. طب هنرجع لك بقى عشان تغني لنا حاجه وتمثل لنا حاجه. ادي المايك بقى لحمزه. حمزه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا عرفت ان انت لعيب كوره جامد جدا. تحبي مين من لعيبه الكوره؟ الكابتن بتاعي. الكابتن بتاعك؟ ومين تاني؟ محمد صلاح. محمد صلاح، الله، نفسك تبقى زيه؟ بابا معايا. لا، كابتن محمد صلاح ولا محمد صلاح؟ كابتن محمد صلاح. انت الكابتن بتاعك. وبتحب محمد صلاح؟ عايز تبقى زيه؟ ان شاء الله هتبقى زيه. انت عندك كام سنه يا حمزه؟ 5 سنين. 5 سنين بس. عرفت ان انت موهوب جامد جدا في الكوره. اكتر حاجه بتحب تعملها ايه؟ يعني تلعب كوره ولا تلعب على الموبايل؟ بلعب على الموبايل. وبتحب الكوره برضو ولا ايه؟ الاثنين. طب ادي المايك بقى لبيري. بيري، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه القمر ده؟ ايه القطط الحلوه اللي انت عاملاها دي؟ قولي لي بقى بتحبي تعملي ايه؟ بحب اتدرب مع الكابتن
بحب السباحه والجمباز. لا، وشايفه في رسم وفي تمثيل وفي غنى و... انت عندك كام سنه؟ عندي 5 سنين. شطوره. قولي لي بقى مين بيشجعك؟ ماما وبابا لما بكون حلوه في الجمباز والسباحه. طب غير الجمباز والسباحه بتحبي تعملي ايه؟ بحب الرسم، وبحب العب، بحب العب مع اصحابي في النادي. وبحب بلعب الجمباز ولعب الجمباز. بطلة انت، في بطولات وفي ميداليات وحاجات جامده جدا. بحب لعبة السباحه. شطوره. انا سمعت ان في غنى صح؟ طب يلا غني لي حاجه بقى صغننه. يلا غني الاغنيه. انا طلع برا البيت، برا البيت لقفت فوتة من البسكوتة كلها بسرعة، قال اه يا بطني، والدكتور اداله حقنة وقال حرمت اكل حاجة تاني من الارض. الله، شطورة شطورة، برافو. يلا ادي المايك بقى لسلمى، اقعدي على الكرسي. ايه الميداليات الحلوة دي؟ ايه كل الميداليات الحلوة دي؟ دي واخداها في الايه، في السباحة؟ ده انت شطوره خالص يا باري. سلمى هتقلدي لنا ايه النهارده؟ عايزين مشهد كده. سوق اللي في الكبير، مسلسل الكبير بتاع احمد مكي، في اول حلقه تقريبا لما سوق جت. يلا قلدي. ايه المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ وبعدين الشنط بتاعتي لسه ما جاتش ليه؟ انت يا بني ادم، ايه ساعه قبل ما تجيب الشنط؟ يبقى هم بقى مشغلينك عندهم ليه لو انت تعبان بقى وظهرك وجعك؟ وبعدين انت حد كلمك، انت حد وجه لك كلام عشان تتكلم؟ يلا انت اتفضل، طلع الشنط على اوضتي. ده حلو قوي 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 قوي. بتحبي تشوفي المشهد وتقلديه؟ لسه بقى عماله بتدرب. تحبي تعملي ايه؟ بتحبي تغني؟ انا عارفه ان صوتك حلو، مامي قالت لي ان صوتك حلو قوي. بس احنا بنتكسف شويه. لا. طب يلا بقى غني وريني هتقولي ايه. 1 2 3 4 5 6 7 8 I believe it's not too late. Together we can change the world. Lay the puzzle pieces out. Find out what it's all about. Together we can change the world. برافو 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 برافو. ده انت شطورة خالص. وديلي بقى اخبار الدراسة ايه؟ كويسة. يعني بنذاكر ولا مش بنذاكر؟ مش بحب المذاكرة. أي بس مش بتحب. ايه بتعترف ان هي مش بتحب يعني؟ طب قولي ده وده. ايه ما بحبش المذاكرة؟ بتحبي تذاكري ايه طيب؟ بحب الانجليش. دي اكتر حاجة بتحبي تذاكريها؟ اصلا بحب الانجليش جدا، بس في المدرسة دي بقى الانجليش مش كويس قوي. بس يعني انا بعرف اتكلم انجليش من المدرسة القديمة بتاعتي، وبتفرج على الكرتون بالانجليش. طيب تمام. ممكن بقى تدي المايك ل ل ل لحمزه. حمزه قولي يا حمزه، انت بتحب المذاكره ولا مش بتذاكر؟ لا بذاكر. يعني شطور بتطلع من الاوائل؟ بتذاكر اكتر ولا بتلعب كره اكتر ولا الاثنين؟ الاثنين. يعني ده انت شطور قوي. بيري يلا ادي المايك لبيري زي ما انت. قولي لي بقى اخبار الدراسه ايه؟ الحمد لله. يعني بتحبي تذاكري؟ نعمل هوم وورك وكده ولا ما بنعملش؟ لا بنعمل هوم وورك. بجد؟ وشطوره؟ ايوه. تحبي المدرسه؟ يعني من المدرسه مش بتاثر على الغنى والتمثيل والحاجات دي صح؟ بتغني في وقت الفراغ بس؟ طب واخبار بقى الرياضات والجمباز والسباحه؟ حاسه بقى شاطره فيهم، والكابتن بيقول لي انت شاطره. طيب عايزه اسالك بقى سؤال مهم جدا، اخبار بقى السوشيال ميديا والتكنولوجيا والحاجات دي، الموبايل والتاب والحاجات دي بتحبيهم ولا؟ بحبهم وبحب المذاكره. يعني بنعمل كل حاجه، يعني مش طول الوقت احنا قاعدين ماسكين الموبايل صح كده؟ صح. شطوره. جنى ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. اخبار السوشيال ميديا بالنسبه لك بتمثلك؟ انا عارفه الموضوع مختلف شويه معاكي، والتكنولوجيا اخبارها ايه معاكي؟ هي حاجه مهمه طبعا في اي، يعني في اي حاجه، بس يعني انا مش بحب العب كتير على الموبايل، او ما بلعبش فيديو جيمز زي اصحابي. يعني اصحابي دايما بلاقيهم قاعدين بيلعبوا فيديو جيمز، بس انا دايما بفتح اليوتيوب بشوف ديزاينز حاول اعملها، وبعمل ببيع على الانترنت،
بتساعد. ما شاء الله. فكده متهيألي السوشيال ميديا هيبقى مهم بقى معاكي. بالظبط، هو مهم كبزنس، مش مش لعب او تسليه. لا بس انت ما تمسكيش الموبايل مثلا انت طول الوقت بتلعبي جيمز او حاجه يعني. لا لما مش دايما. بتفتحي المواقع دي او حاجه بيبقى كلها عشان عشان الشغل. بتفيدك؟ بتشوفي ان هي بتفيدك؟ اه كتير طبعا. يعني ساعات بلاقي افكار بعملها، ساعات لا افكار مش هعرف اعملها، فبحاول اقلب فيها او اغير فيها شويه. تمام. خالد قولي اخبار السوشيال ميديا معاك ايه؟ لا كويسه، بضيع ساعات فيها وقت وبرده بعرف منها حاجات. طيب يعني بتفيدك في الموهبه بتاعتك؟ بتنمي الموهبه بتاعتك؟ بتفيدني طبعا. بتتفرج على ايه اكتر؟ عربيات. عربيات؟ وايه تاني؟ العربيات والفوتوغرافر وكده والحاجات والاغاني والحاجات دي. بتحب مثلا انت تشوف نوع مزيكا مختلف او حاجه؟ ما انا نوع المزيكا بتاعتي على العربيات مش على حاجه تانية. على العربيات. طيب تمام. احنا دلوقتي عايزين بقى نسمع منك حاجه كده. تحب تغني لنا ايه؟ أغنية اسمها عربيات. عربيات. تمام. هنغني دلوقتي. المايك اتفضل. ثانية واحدة. هو نوع المزيكا ده انتشر فجأة يعني؟ منتشر من زمان بس ده من ايام توباك وامينيم. ان شباب صغير يعني يبدا كمان هو يقلد وعايز يغني وعايز. ما هو علشان هي حاجه كويسه يعني. طيب. حاجه حلوه. يلا هنبتدي. عربيات عربيات وشاب واقفة تشوف حركات. عربيات عربيات وشاب واقفة تشوف حركات. انا مقدرش اعيش في سكات من غير شد ولا طلعات تسقيط مواتير وحاجات بتطير. انا مقدرش اعيش في سكات شغل جنان انا لاسع موت عقلي شيت لو غرزة تفوت بكبس كبسة وكله يهدي واللي يكمل ناوي يموت. انا مش عارف ايه اختار، عاوز عربية تطلع نار، نفسي اشوف شكماني مولع بس اجيب انا ايه محتار. هات لي موتور كون جبار، لا طيارة ولا جرار، دوس الدوسة كله يوسع دايما سخن دايما بل. عربيتي اكيد في احترامها كله يحاسب من قدامها، اتشهرت بيا وخدت عليها ولا رجل تانية غير رجليا تدوس عليها تتحكم فيها، مطرح ما احب دايما اوديها تربط بيها علاقة قوية. دي عربيتي وتعبت فيك فلوس جهد سهر ليالي بفكر فيها دايما على بالي. بالنسبة لي مش حتة حديد لا روح عايزات تجديد، بأس عليها وتزعل مني ده اكيد بيزود همي. عربيات عربيات عربيات. يعني برافو عليك يا خالد. حلوة جدا. بتفكر تطور المزيكا دي؟ اه بفكر كتير. تدخل مثلا اغاني انجليش في عربي ولا اه طبعا هي ولا هي الاغاني راب دي مخصصه هي اصلا المزيكا اللي يعني بغني عليها بيبقى داخل فيها حاجات كتير من اغاني توباك وامينيم والحاجات دي. انا حاسه ان انتوا اللي بتصنعوا المزيكا دي يعني. حاسه انت سمعتني كام حاجه واحنا بره، حاسه ان انتوا اللي بتعملوا ده. ما ما انا اللي بوزع لنفسي المزيكا. انت اللي بتوزع لنفسك. ممكن نوع تاني ايه من الغنى تحب تغنيه ولا انت شايف نفسك في مغني راب؟ هو راب لان العربيات هي دي موهبتي. طيب خالد مين مثلك الاعلى؟ مين ان انت بتحب تكون زيه او مين بتحاول يعني تقلد مشواره؟ اقلد مشواره بدر سيركن. مين؟ بدر سيركن. ده انت شايف ان هو مثل اعلى بالنسبه لك او بتحب تكون زيه؟ اه طبعا. تمام ان شاء الله يا خالد نشوفك فنان كبير جدا وتكسر الدنيا. واهم حاجه ان انت تبتكر في المزيكا بتاعتك وتجدد وتدخل مزيكا مختلفه مع الراب ان شاء الله باذن الله. نرجع بقى لسلمى. سلمى قولي لي اخبار التكنولوجيا ايه؟ انا مش بحبها جدا. امسكي يا سلمى، علي صوتك بقى وقولي لنا كده اخبار التكنولوجيا ايه معاكي والسوشيال ميديا والحاجات دي. انا مش بتابع السوشيال ميديا والفيسبوك كده كتير. بس لما مش بيكون عندي حاجه اعملها مش بيكون عندي حل الا الموبايل بس. مش ايه؟ مش بيكون يعني عندي حاجه اعملها الا الموبايل. الا الموبايل. اه بس بحاول يعني الاقي حاجه غيره، بفضل افكر وبعدين مثلا ببدا ارسم بقلد. برافو. يعني انت وقت الفراغ لو مفيش دراسه ومفيش مذاكره
بعد ما نخلص المذاكره بتاعتنا بنحب ان احنا نقلد او نرسم او نغني، صح كده؟ لكن مش طول الوقت ماسكين الموبايل. يعني هو بالنسبه لي هو الحل الاخير، الحاجه الاخيره، ان لو خلاص انا عملت كل حاجه ودي حاجه الاخيره اللي هي الموبايل. طيب تمام. قولي لي، بتالفي ستوري؟ تكتبي شعر؟ طب ممكن تقولي لنا حاجه؟ Okay. Oh crown, you should be on my head, but that doesn't mean I'll go to bed. I'll try and never give up until the crown comes to the top. أنا مبسوطة منك جدا. أنت نفسك تبقي إيه لما تكبري؟ أنا لسه بقى مش عارفة، بس بفكر أكون مذيعة برضو. مذيعة برضو؟ إن شاء الله تبقي أكبر مذيعة في الوطن العربي كله وتكسري الدنيا يا سلمى. أنت جميلة ووشك جميل، بس أنت بقى تشتغلي بقى على الموهبة دي وتنمي موهبتك، تتفرجي على حاجات وتقلدي حاجات اكتر، ترسمي اكتر، تتدربي مثلا في الاوبرا على الصوت او حاجه. ما انا عايزه يعني لما اكبر اخلي الناس تحب الموهبه دي والناس بقى تحب تغني، واجيب الاطفال كده زي حضرتك مثلا. يا حبيبتي ربنا يخليك. قولي لي، نفسك تبقي زي مين لما تكبري؟ زيك. يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليكي، يعني مكسوفه منك يا سلمى كتير جدا. ان شاء الله تبقي احسن مني بكتير يا سلمى، انت اموره خالص. بس انا عايزاكي تهتمي برضو بالدراسه، لان انت قلتي لي ان انت ما بتحبيش الدراسه. مش بحبها، بس برضو بذاكر يعني، وفي حاجات بحبها شويه فيها. يعني مامي بتقولي ان انت متفوقين وحاجات كده. وساعات برضو الدراسه بيكون فيها حاجات ممتعه وفن كده، ساعات بيكون فيها بازلز وحاجات تعلمني ممتعه. بتبصي، قولي لي انت عامله ايه هنا؟ هنا في دعم ل قولي لي، يلا شاوري. عامله كده كرسي العروسه بس برايت شوز قديم، فايه ماما كانت هترميه. قلت لها يا ماما سيبيها، وانا يعني كده برايت شوز سايبه كذا حاجه عندي. فايه فقصيته على طول وحطيت عليه مسدس شمع. برافو عليكي. عملتي ايه تاني؟ قولي لي انت عامله حاجات كتير قوي. عامله لهم بيت بس لسه ما كملتوش. عامله بيت؟ عملتي التويليت بس. عملتي التويليت؟ عملتي التويليت من ايه؟ الحوض شايفاه من ايه؟ من غطاء ازازه؟ لا، هي كل حاجات من غطاء ازازه. غطاء الازازه استخدمتيه اكنها حوض، وده التويليت؟ صح كده؟ من غطا الازاز، ما شاء الله. هسيب الحته دي واكمل بقى البيت. هتكملي لهم البيت من نفس الحاجات دي. برافو عليكي يا سلمى، مبسوطه منك جدا. انت عامله ايه تاني هنا؟ ورينا. انا رسمه الرسمه دي المارشميلو كده، دي جي كده. الله، انت اللي رسمه كده؟ حلوه قوي، بس اخويا ساعدني. حلوه قوي قوي قوي. وريني، قولي لي ايه الحاجات التانيه اللي هنا بتاعتك؟ دي شنطه صاحبتي كانت مدياني علبه كده وجواها كذا هديه. شنطه، وريني. انا لقيت قماش كده فقصيته. عاملاها شنطه ازاي كده؟ يعني هو صندوق أهي. بس ده بوكس كده وهي عاملاه قماش، صح؟ برافو عليكي يا سلمى، انت موهوبه. جوه بقى الشعر اللي انا كنت بقوله، يعني انت الازايز والعلب والحاجات دي بالنسبه لك حاجات عامل بيها ريسايكلينج. ودي الايد بتاعه الشنطه، صح كده؟ حلوه قوي، برافو عليكي يا سلمى، انت موهوبه. ان شاء الله تبقي احسن مذيعه في الدنيا. ميرسي. جنى، قولي لي بقى، وريني الحاجات اللي انت عاملاها. انا عاوزي بقى كده ووريني بقى. الناس لما كانت ماما دايما تقول للناس ان انا بعمل اكسسوارز، كانوا بيفتكروا اكسسوارز الخرز العاديه. بس يعني انا مش دايما، اي نعم بدات بالخرز وهي اول حاجه عملتها، بس ما بحبوش قوي يعني. ما بحبش احط الخرز في خيوط، احب اركبه. يعني هو هم المبتدئين بالنسبه لهم هو الخرز بس كده. احنا بصوا الكاميرا كده معانا، ده ايه بقى؟ ده عقد. عاملاه من ايه؟ خرز اكريليك و خرز اكريليك والسلاسل دي بتجيبيها مثلا حاجه كبيره وبتقصيها. والاقفال دي بتبقى موجوده عندك مع كل حاجه بتعملي قفل لل صح كده. وريني كده ايتم تاني. عامله ده. حمزة بيتحرك كتير قوي، عايز يلعب كورة. هنخلص الحلقة ونروح التمرين يا حمزة. مش هتروح التمرين دلوقتي؟ عاملة ده. الله، هو مع الحلقة بتاعه. بصوا حلو قوي ده، ده طقمه مع بعضه. الحلقة مع الحلق. الحاجات دي بتبقى جاية جاهزة دول؟ لا، انا بعملها من اولها لاخرها. والله. برافو جدا، خصوصا الحلقان. يعني الحلقان كل حاجه فيها بعملها. الحلقان دي المفروض هي بتيجي كده ولا انت المفروض؟ لا انا بحط الخرز في بتوع واحط فيهم الهوك. برافو عليك، عشان انا اللي بعمل السلسله وبعمل فيها الخرز، فعايزه الحاجه تبقى ماشيه معايا، تبقى ماشيين مع بعض. لا طقم تحفه. وريني ايه تاني. الصيف بقى داخل بقى
اتفضلي. في دي ده حلق. حلو قوي. انت جايه الحاجات اللي انا بحبها. ده عامله معاه ايه؟ ولا ده المفروض يبقى لوحده؟ لا ده انا بعمله لوحده. بيبقى لوحده المفروض. وريني حاجات تاني. كان في حاجه اسود تقريبا. ثانيه، هو في دي من اوائل الحاجات اللي انا عملتها. هو كان محتفظه بيها. وري. اكيد هو انا محتفظه بالديزاين الاوريجينال بتاعها، اول واحد عملته خالص في البيت، بس دي يعني الديزاين تقريبا الثالثه موجود. انا كل حاجه بعملها باخد منها اول واحده واشيلها عندي. برافو عليكي. لا كمان بتحبي تحتفظي بال ده. عامله معاه حاجه ولا هو بيتلبس كده بس لوحده؟ لا كده. ده تقريبا ان هو بيبقى على الرقبه خالص، صح؟ هو بيبقى هنا كده، يبقى نازل شويه. بس هو كانت في موضه كده اللي هم الاسود ده بيتلبس، صح كده؟ ايوه انا عندي. صح. وريه. ثانيه اهي، عامله تشوكر. ده حلو قوي. بص الكاميرا كده لو تجيب. هي حاجات بسيطه بس قد ايه بتشجعهم، بدل ما يمسكوا الموبايل لا بيعملوا حاجات مفيده. حلوه قوي. الازرق ده ايه؟ انا واحده. الازرق اللي فوق دول. دول حظاظات. حظاظات عاديه. اسمه فوسوين. دول بيجوا كده جاهزين وانت دول بس بتعملي لهم القفل ولا انت؟ لا انا بعملهم كل حاجه. هي بتبقى خيوط طويله كده وانا بدفرها واعمل. ودي اعتقد تمشي ولادي وبناتي، صح؟ انا بعمل منهم الوان كتيره، بس انا بصراحه ما بفهمش في ذوق الولاد قوي، فدايما بعمل حاجات. بيشتغلي اكتر مع البنات؟ بيشتروا منك كتير، كتير. بجد؟ يعني بتحس ان في فلوس داخله لك؟ في يعني حاجات وحاجات، يعني وريني على حسب برضو المكان. المكان ايه؟ على حسب يعني، مثلا في النادي في ناس كتيره. انت بتبيعي في النادي؟ ببيع في النادي. ازاي بقى بتعملي ايه؟ هو النادي اللي انا مشتركه فيه في ترابيزات المفروض باجرها واحط عليها الحاجه. تمام. بس في نوادي تانية انا مش ببقى مشتركه فيها، او مثلا ما عندهمش الترابيزات اللي بتتاجر، فبحط الحاجه. يعني انت بتنزلي اوبن داي مثلا؟ لا هو لا مش كتير صراحه. طب بتعملي ايه؟ بتبيعي ازاي؟ بتبيعي في المدرسه. يعني يعني المدرسه. دايما بوري اصحابي، وعامله بيج على الفيسبوك، فهم بيدخلوا يشوفوا البيج وينقوا الحاجه اللي عاجباهم وبعملها لهم. انت حاسه ان انت بتكسبي من الموضوع؟ شويه، بس هو في مشكله ان ناس، يعني في ناس مش بتقدر قوي الهاند ميد، او لا بتحس ان الحاجات اللي في المحلات. بس القطعه باينه ان فيها شغل وفيها فن يعني. برضه المفروض برضه احسن الفاليو بتاعت الحاجه، يعني المفروض اجيب خامات احسن شويه، افضل طول الوقت من الحاجات اللي هي مثلا اللي بتبقى جايه من بره. او بتبقى هو انا بستعمل جواش متل دايما، عشان الجواش متل مش بيصدي او مش بيغير لونه، بس برضه يعني لو جبت ستينلس هيبقى احسن شويه. انت شايفه الموضوع ان هو خرج من 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 فكره ان انا فنانه هاند ميد بقى ممكن يبقى بزنس اكتر؟ اكيد انا نفسي اعمل. انت حابه ده طبعا. انت ايه نفسك تبقي ايه في المستقبل، او نفسك تعملي ايه؟ نفسي اعمل يبقى عندي البراند بتاعي. براند؟ اسميه جيسس، ويبقى محلاته وورلد وايد. لا يعني بصوا الافكار بتاعتهم. هي بتفكر ان هي يبقى عندها براند خاص بيها. ما شاء الله عليك يا جنى، يعني بجد بتمنى لك كل التوفيق. تحبي تكوني زي مين؟ تحبي تعملي ايه؟ او عايزه افهمي الرول موديل بتاعتي، بس انا يعني عايزه اكون زيها بس بشغلي انا. يعني بطريقتي. بيري، انا بجد مبسوطه جدا معاكي يا جنى النهارده. بيري خدي المايك يا بيري. انت ما سمعتناش صوتك النهارده يا بيري خالص. انت مش هتقلدي حد؟ قلد. طب يلا بقى قلدي وريني كده تعملي ايه. انا بحب اغني. طب غني. انت جميله قوي قوي قوي. يلا حافظة ايه تغنيه بقى؟ حافظة اغنية عايزة اقولها. قوليها. انت جميلة، انا مبسوطة منك قوي. يلا قولي. سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك على وضع على القيمة. يا بيري ديني بيري. لقيني لسه بخير. بيري مش احنا قلنا الاغاني دي؟ لأ مش احنا قلنا نغني اغاني الاطفال؟ طب غني لي اغنية اطفال بقى. اغني اطفال. ما بتعرفيش اغاني اطفال؟ ما بتعرفيش تمثلي وتقلدي؟ لا بعرف. طب يلا هتمثلي ايه دلوقتي؟ بس ما فيش اغنيه واعرف اغني. خلاص سيبك من الاغاني، ممكن تقلدي ايه دلوقتي؟ انت بتحبي مين اصلا من المغنيين؟ بحبك انت يا حبيبتي. انا كمان بحبك قوي يا بيري، ربنا يخليك. طب قولي لي، لا يعني حد يبقى بيغني او بيمثل انت بتحبيه؟
تحبي اغاني نانسي عجرم مثلا؟ لا تحبهاش؟ طب بتحبي مين؟ مين من المغنيين؟ معرفش. طيب نفسك بقى لما تكبري تبقي ايه؟ نفسك تشتغلي ايه؟ تعملي ايه؟ نفسي ابقى زيك. يا حبيبتي ربنا يخليك، ان شاء الله تبقي احسن مني بكتير. عايز تبقي مذيعه برضه؟ اه. مش المذيعه دي المفروض بقى ان احنا من دلوقتي نذاكر ونروح التمرين ونقعد نتفرج على حاجات ونقلدها وحاجات كده عشان نعرف نتكلم ويبقى صوتنا عالي؟ طب انا بقى عشان انت تبقي مذيعه لازم تغني لي حاجه دلوقتي. ها حافظه ايه ممكن؟ حمزه حافظ حاجه؟ حافظ؟ طب ادي المايك لحمزه كده. ده حمزه ده شاطر جدا. انت هتاخد اكبر هديه النهارده. يلا هتغني ايه يا حمزه؟ تغني ايه؟ انا بغني الاغاني اللي هي برضو. لا 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 الاغاني دي مش عايزين نسمعها خالص. انت عايز لما تكبر تبقى ايه؟ ابقى ظابط. تبقى ظابط؟ ان شاء الله يا حبيبي تبقى احسن ظابط. شرطه بقى ولا جيش؟ شرطه. ظابط شرطه؟ عايز تعمل ايه؟ ليش معنى ظابط شرطه؟ كده؟ يعني بتحس ان انت عايز تاخد حقوق الناس وحاجات كده؟ ولا تبقى ظابط مرور بقى وتقف في الشارع؟ عايز تبقى ايه؟ ظابط. ظابط ولا لعيب كوره؟ احنا مش كنا قلنا في اول الحلقه ان احنا هنبقى لعيب كوره؟ ها؟ خلاص احنا خلاص على ظابط وبنلعب كوره. طيب انا مبسوطه منك جدا يا حمزه. احنا قلنا ان احنا 5 سنين صح؟ 5 سنين؟ شطور خالص. ان شاء الله يا حبيبي تبقى احسن ظابط في الدنيا. ادي بقى المايك لسلمى. سلمى قولي لي بقى حاجه اخيره كده، نفسك تعملي ايه الفتره اللي جايه؟ يعني في الاجازه يعني؟ اه طبعا الاجازه جايه خلاص. نفسك بقى تعملي ايه؟ ايه البلان بقى اللي هتعمليها ان شاء الله؟ اسافر. سافري. نفسي برضو مره اسافر بره مصر عشان عمري ما سافرت بره مصر، بس بقى لما اصلا اشوف مصر. يعني احنا لسه ما اكتشفناش مصر فعشان كده عايزين نشوف. لسه ما شفتش حاجات كتير. ما شفتيش حاجات كتير؟ ما رحتيش الاهرامات مثلا؟ لا. ما رحتيش برج القاهره؟ لا. ان شاء الله يا حبيبتي تزوري اماكن كتير في مصر وتزوري اماكن كتير بره مصر. جنى ودي لي بقى حاجة أخيرة كده نفسك فيها، أو 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 إيه البلان اللي جاي في الأجازة؟ ممكن عايز تعملي إيه؟ أحاول أجمع يعني فلوس ممكنة أقدر أأجر بيها مكان، أو يعني أتوسع أو الناس تعرفني زيادة يعني. إن شاء الله. خالد نفسك في إيه؟ آخر حاجة نفسي إن أنا أجدد من المزيكا بتاعتي بس. ان شاء الله يا خالد انا بجد مبسوطه جدا بيك، ومبسوطه ان انت عندك فكر مختلف وبتطور من نفسك وبتطور من مزيكتك. ان شاء الله اشوفك اكبر فنان في مصر ان شاء الله. ميرسي جدا ليك يا خالد ونورتنا. جنى ميرسي، ربنا يوفقك وان شاء الله تفتحي البراند بتاعك. وسلمى حبيبتي ربنا يوفقك ان شاء الله وتدوري بقى اماكن كتير بره مصر وتبقي فنانه مشهوره جدا. ولا قلنا عايزين نبقى مذيعين؟ عايز تبقي مذيعه؟ ان شاء الله تبقي مذيعه وافضل مني بكتير ان شاء الله. حمزه ان شاء الله تبقى ظابط، وبرده بنلعب كوره وبنذاكر ونبقى شاطرين. بيري القمر الجميله ان شاء الله تبقي بطله سباحه وبطله جمباز وتبقي فنانه وتبقي زي ما انت عايزه ان شاء الله. انا بشكركم جدا ونورتوني حبايبي. ميرسي جدا ليكم النهارده. طبعا الفقره يعني كلها ابتكارات وكلها مواهب ما شاء الله، ربنا يحفظهم جميعا. هنطلع فاصل ونرجع لكم نستقبل ضيوفنا.